في دابا تا كيف زيد كيف بالميلي يا حبيبي بالميلي قلل تجي تما في ديك هذيك تي شقل لنا ضحك لي لو خرسي دليله اجي اجي من عجلو داغية. السلام عليكم مشاهدين ديالنا دائما ولفنا. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ويبقاكم فيديو ديالنا دائما في احسن ظروف. المهم جيمات بزاف كثروا لي جيم وتعالق فيديو اليوم غيكون فيديو شحار طيبة وغيكون مهم فيديو بلدي طبيعي. الخبزة بالفرن غتكون خبز متكاملة يعني خبز زرة غتكون يعني شي خبزة واعرة أكيد إذا شتاوها نتوما الفطور ديالكم. هنا خوتي بالمعجنات هنا بالسوق يجيب لكم مال. دابا قررت أنا اليوم مفطر عبدو بالخبز بلدية، عندي هنا الخميرة هاهي مليح صافي تا السكر ما عدلش. الطحين هذا يا بزرع عندي مغربل يعني ماشي بديك النخالة ديالي ولكن الطحين يعني صحي ذبله. دابا نعدل شي خبيزات ان شاء الله للفرن وعبدو حتى هو ناض. المهم اليوم الجمعة صلي وجا يعاوني شوية هذا مني يتعاون وصافي. اخوتي اجي انا اسكب لي الماء اش زيد ها هو ها ترى هذا ليه ابني الغالي ترى كيف كيف ها شوية بلشنا حرططو ها كيف 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 زيد هذا حرططو صح صح ها شو الباقية. المهم السلام عليكم متابعين ديالنا، كنتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير. تحية للمغاربة ديالنا خوتنا الجزائريين والحباب اللي كيشجعونا، شكرا لكم بزاف. الناس اللي كيقولوا لنا ادعوا معنا، انتم ادعوا معنا وحنا ندعو معكم، والله سبحانه وتعالى هو يقبل الدعاء عن عباده. الله يرزقكم باش ما كتمنوا والله يرزقكم بالدرية الصالحة. والإنسان اللي عنده شي واحد مريض ولا شي واحد عنده شي مشكل. واحد السيدة البرجيكة ابنها مسكين قال على قصيدة ودخل في غيبوبة. يا إله إلا الله. إيه والله دابا مسكين عيبقى شي 6 شهور في الطبيبة. لا إله إلا الله. إي ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشافيه يا ربي. الله يشافيه والله يعافيه والله يفيقه للأم ديالو. والدنيا دائما ابتلاء كما كنقول لكم أنا ابتلاء. إحنا كندعوا مع بعضياتنا وربي سبحانه وتعالى هو اللي يستجيب الدعاء. كيف يا زيد؟ كيف أزيد كيف؟ انا قلت لك غنعدل غير شي 10 دابا سنتي زدت 25 ها زيد عاب شويه بغيت حرطط نزيدو الطحين ها الطحين مقلي زيد الماء زيد خير ورمضان عليه رمضان هذا وا بيبي انا كنتي هنا رمضان برافو يا صافي انت كنت توحشت الخبز لا البلدي. المهم انا غنمشي نكمل لكم رافينا تاع هذيك الباب ديال البير نركبها ان شاء الله بحول الله يلا نشوفوها. البارح جبت تعذبت معها جبت وتعذبت معها ماديا وتعذبت معها شنو نقولوا لك. دابا هذه هي خدمت انا 900 درهم المتابعين ديالي 90000 فرنك 18000 ريال 20000 ريال قال شنو نقولوا لك قال 100 درهم. دابا ان شاء الله غنركبوها للبير ديالنا. الحمد لله البير طلع اللهم لك الحمد يعني احنا ملي كيطلع البير هيك يعني كما يكونش عندنا النقص في الماء ولكن الا كان البير طايح كيكون عندنا النقص في الباب. الفرن راه يعرينا كما كتشوفوا تشوفوا ديك القلوعه شنو يعملوا لها القلوعه كيدخلوا فيها بحال شغلوا بحال غمار ولكن دابا درجع دوريجي ان شاء الله. طيحت انا؟ اه صافي طيح ها Thank you.
ها اجي عارف هذا معي. هذا الشقيق شنو هي؟ اجي عارف هذا معي. انا اللي في الحرام. تقيله يا المتابعين. اجي هز البانيو. هاي دوالدي هنا وقت بطيخ وانا جي شو طيب انا ما يكسب السعيد نهار العيد تقيل والله لا تقيل تقريبا 15 كيلو ندخلو نقرصو هنا من الشرقي واخا نقرص انا مراكش تلاقى خديرك وبيجيب العرض اجازي هزي شنو بخصها شتي هز يلا سير جي على البارا دي على عند البارا تبكي بالوحيد اش تو انا صدق الرجال اجي وين هذي قاعد اقول له ما بانوم دابا صافي غطيتها عاد نمشي نطلق النار هي جاتني حوله شويه ولكن ان شاء الله بنعمل لها شويه السيمه واو هالمساء هيدي هنا ناضيه هذا بس ها صار لنا السيمه هذه هذه حتى في سبقتها والبيض سبقه بنفس هذا يبقى لينا بنعمل لها السيمه صافي بنلحق دابا ما تخافوش نجيبها القفل هاتي مريم ما نلحقش ها وطراق طلق يا عيثا صار هريك هاي جي جيت على البير الله فيك ها قينا في الحساب القطاط وعلى حساب العليك ها هري هنشوف قلب لك عندك كثير بدا حضانة تبارك الله شوف هذا عطاتي شي شوف شحال عندها انا تبارك الله خليها دوز خليها وين ما سالها شوف شحال عندي تشرعتي شبرا بارك الله شوف شحال عندها هنا من سارة شوف أنا مرزاقة ما هي مرزاقة قالت أجبار البيضة كان يود رافي تشوف دابا نتبرع ولدي بيضات بيض كاين النخله ولدي راه في الفوق نعرف انا كاين حتى هذو اللي هنا مرازين خاطر الواد بنات. انا بحبني 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 انا ب
ياك حضاني على النص هذا ديها قاعد في البانيو للمي. شو عبد الرحيم كيف اني مش هطبي بشتي كيفاش غمارت الفرن؟ هذيك انا ديك الريحة ديك الليل. وطالع في الصباح تفرطي. تعرف؟ عادي. عييت يا سلمان. عييني. هاي العين المتابعين خصوصا لنا. لقينا سؤال بزاف شطابنا زناقي كيف الباب انا رايي تحت الشفه طلع تحت الشفه هذيك المره ما يدار من راجل للفه نقول لها شبالها شبالها نقول لها والله الا عندي الحب ما في الفه الشفه باقي ما يجيو السيمه باقي بالرجلة المعلم عندي اخوتي توريجي بينكم بالعدل كيفاش المعلم؟ مشي ركب يدك وطلعت لكم ولا ما طلعتي؟ هذاك هو نادي والقفل صافي غطينا البير تقرا صغ دغيا اخ ما قطع لك الناس وطلع قال لي الطبيقي ما جي بيدي باقي فيها القوة الله وتاكل صورتكم مع عبدو ما جي من تما بعد مع التعمير والقطار ما جي مورا ما الحليم جو سفر يداخو ما شقور اه كنتي قل من ويلة في بقام في بقام صليك بي صليك بي القطرة بو صح اه حسيت قال لي تغدروا تحليد عطيك والله ما تنزل المغرب هذا اش اقول له شرشت ديك سلسله باش الحرب النساء مصريه لا ما صرتي بس امشي نحارب النساء هي تاخذ انت دابا انا الحرب الصاد هكا واحد التامير واقي الشغل الصغار بالقندريسة عاد شاف المغرب على يدنا المتابعين وي ينوض بيدو الفطار قص حتى في الفطار لا دابا رمضان في الفطار جالس دابا الحال وحياة فيا أخو خاصة المرأة نص نأخذ المعجزة ترى العجوبيتة الله يلا نجيت شو أنا نجيت له وعيت المتابعين عيوب الفراسة مجينا حتى تسمي صفر شو أنا متواطعوا
لا والو مشاهدين عجمي تفرجوا صح هذا مقطع التمر شفتي اخويا تمر تمر من على يوتيوب بابا مزيان هاي عيانة نظنتي مين العيان دي نظنك وضروري هذه هي الحياة وإلا فالت الصح الحق ديالها هاي كريم ما تجي تحمي معنا النقطة ديالها ولا اش يقول لك مرض خاي كريم مفلوس بحنس طنجة طنجة تا تلم داود اللوس وديك شي يقولوا لها العيلة ديالي اللوس يقولوا للعيلة ديالي واحدة تشار عنا والله كو واحد ولا اجا ديالو سيدي هي حنا ما نقلبوش العيلة ديالها شنو العيلة هي آلوس هذا زيادة مختلفين أنا نحاول نتسلى شتا المثل باش ما نقولوش أنا ما كنعاودش قلت لها الكانون ولا بغا غير الكانون تخدم هيدا ها شتي ها فكرت أنا شتي هاكا نزيد لك اللاجو الأخرى معلم عبدي يعطيك الصحة برافو والله إذا بيبالة اه والله رمضان لازم صايم ديالي تيليزلتي عندي انا طب انت هنا فرحانه اه مراه خصك تفرح شوف هاتي شوف الفرحه زوري لي تا التليفون خوتي نكمل نطلق النار هنايا الخبزه الثانيه وصدقوا مني نمشي خمسه الخبزه تعاود للناس عاود يفطروا بها ايوا صافي